السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. تمام، حمد وتعريف، حمد وثناء الله تعالى ساتھ یم الله تعالى نسبت کر اور یہ باوقار مجلس اندر جمع گسن توفیق بخش اور بے شمار درود سلام آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیٹ ام صادق المصدوق پیغمبر چ یمو اسلامی دین واتنو اور اچ بایسر مسلمان دنیا اسمن زندگی بسر کرن. میون موضوع چ نبوت اور تمک مقصد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجی بہر بہت اور کہہ ریت گاڑی حراس اندر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابر گو جمع ابرز بنی اک شکل سعائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نزدیک اور رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوج تمشق لفرمو اكره بديو. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو بجس انفر بحكم بديت كه تمكر نالمت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نالمت كرن يوت چڑ كأج مبارك اندرائي پیس رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بعد فرموهز بي اكره بديو. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو بي بچس انفر باقن بديت كين بعد كرهز بي نالمت تريلت يتي يسلسل غو. بعد فرموهز اكره بسم ربك الذي خلق غير سورة الاكره چه ابتدائي 5 آيات نازل اكره بسم ربك الذي خلق بڑیو رب سنگ ناو ستیم تو اپاد کرو خلق الانسان من الک یم اک انسان کنچ لقلی ست پاد کر اکرم ربک الاکرم تو اپڑیو تون رب چو بور کرم وول اللذی علم بالکلم یم اک انسان کلم زریش نو علم الانسان معلم یعلم یم اس انسان اس نو دیوس پتا کیا سوہش نو حضرت اللہ جل شانو و جل ذکرہو اور یہ پانچ آیت نازل گسن پت سیرت نگار چی لیکن کہ امسات آو دوئی ملٹ سینے مبارک چاک کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارحال یتی گروت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو خدیجہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میترے کیا گوپ پیٹھے پچھتی ہوشت مز آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو تو کیا اس کھوچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکر سوری ماجر پیش خدیجہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دلاس فرمونے چکرین اللہ تعالی زائی کیا چچے کیتیم پالن چچے گریبن مدد کرن
تشك حاجت من دن حاجت دمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمليو دلاس بدنيو خديجة الزهرة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانيس بترس بايس نيش يمس واركا بن نافلوس ناو تدن كور رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ان بي ماجر بيش تمو فرمو دو بيس كي تشك آخري پايغمبر اگر بتان دو زند آس يم دو توي نبوت كيلان كريو بساد حي چت امساد چمانی نے تنسات پانی امت کے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر گوڑنے تو ایمان تمس پیٹ خدیجت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دویمون ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تریمون ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوریمون ایمان زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصي مقصد يم ان بونت انبياء اس يتون مقصد اس كاز دي مولوك ان توحيد اس كن دعوت اور شرك نش بچاو الله تعالى فرمان قران مجيد اس اندر ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل آيات نمبر 6 مسوس هر كن امت اسكن رسول تاكي تن دين لوكن دعوت توي كيريو اكس الله تعالى سن عبادت باقي معبودان باطل نشروج دور الله تعالى دين هدايت الله تعالى تي انسان والدين انت استاد صحيح سلامت الله تعالى دين صحيح بوزن پر صحيح اس پر عمل کرن توفيق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.